مسحات ميدانية تجريها الملاكات الطبية في أغلب المناطق السكنية بمحافظة صلاح الدين، خطوة جديدة لدائرة الصحة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بين المواطنين. تم عزل المنطقة بالكامل وأخذ عينات عشوائية حسب تقاطع المعلومات الواردة إلينا للحالات القسم من الحالات المؤكدة والحالات المشتبه بها وكذلك الملامسين، بالإضافة إلى عينات عشوائية أخرى من نفس المنطقة والبيوت المجاورة للمناطق لبيوت المصابين. اليوم تعاون المواطن هو الجزء الأهم بالموضوع، كل ما كان المواطن على قدر عالي من المسؤولية والتعاون يسهل عمل فرقنا الطبية وبالتالي يسهل السيطرة على المرض. خلية الأزمة الفرعية في المحافظة شددت من إجراءاتها في عموم الأقضية في وقت أكد فيه المواطنون ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية للتقليل من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. أي شيء يدعو للتجمعات الغير صحيحة هو هذا سبب من أسباب العدوى، هذا راح يكون تحت المساءلة القانونية، طبعا راح تكون هناك عقوبات بحق المخالفين. احنا وجهنا جميع خلية الأزمة بما فيها الجهات الأمنية بضرورة تكثيف إجراءات المتابعة وفرض الغرامات اللازمة والعقوبات اللازمة بحق المخالفين، هذا حفاظا على سلامة المنطقة والأهالي وأطفالنا وعوائلنا، والحمد لله ماكو شيء، بس ندعو المواطنين بانه التزام بحظر التجوال وحفاظا على اطفالهم وعوائلهم ونسائهم وكبارهم. استنفار تام للمؤسسات والملاكات الصحية بمحافظة صلاح الدين، لا سيما بعد تسجيلها اكثر من 400 اصابة في عموم الأقضية. عمر العزاوي، العراقية الأخبارية، صلاح الدين.